شو استاذ عمر؟ شكلك مزعلنا. صباح الخير. هدول رسائل القراء، في واحد منهم قايل عنا كفار. لساتك زعلان؟ ما صار شيء لحتى بطل. ما صار شيء بالاساس يخليك تزعل. معناتها متفقين. انا ماني زعلان وماني رضيان. عمر شو بك؟ ليش هيك عم تتناشف؟ خلص ندى. خلص الله يخليكي. انا لساتني عم استنى. بس تقرر شيء خبريني. اللي عم تعمله مو منيح. هي مشاعري وانا ما فيني اتحكم فيها. انا ما تحكمت فيها لما حبيتك، ما رح اقدر اتحكم فيها لما اكون متضايق منك. بس انت عم تقسى علي مشان ولا شيء. انت عم تلعبي فيني. انا؟ ايه؟ ما عندك استعداد تساوي ولو موقف صغير مشاني. بتساوي بس اللي بدك اياه. وانت عم تساوي اللي بدك اياه؟ انا عم ساوي مشانك. مشان حالك كمان. انا ما طلبت منك تساوي شيء ما بدك اياه. اذا كان على القصايد اللي كتبت لي اياهم فهدول بيخصوك الك، ليكك رح تطبع منهم ديوان. ندى انت هيك شايفه الموضوع؟ انت اللي عم تخليني اشوفه هيك؟ انا عم خليكي تشوفيه هيك. ندى انا ليكني بحبك انت مطرطيني على الفاضي وانا بعرف انه ما رح يطلع لي من كل هذا اللي وجع القلب. هلا كل هذا مشان قصيدة مظفر؟ مشان كل شيء. عمر انت ما بتحبني. انت اناني. اناني بشكل فظيع. انت السادة انا اضطريت اكون هيك مشان اقدر واجه كل هي الانانية اللي عندك. شو بدك يعني؟ خلاص انا ما عم بدي شيء. واللي كنت مستنيه منك وصلني جوابه. عرفتك على حقيقتك. انت ما عرفت شيء ولا بتعرف شيء ولا حتى بيهمك تعرف.